أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية أن تهريب النفط عبر كردستان العراق وضع العراق في موقف صعب أمام تعهداته. أضافت اللجنة أن العراق ملزم بنسبة تصديرية معينة أمام أوبك، وعملية التهريب التي تتم من منافذ كردستان العراق تضع العراق في خانة غير الملتزم بتعهداته، حيث تتعامل المنظمة مع إجمالي كميات العراق المصدرة من النفط، وبالتالي فإن زيادة التصدير عبر الشمال يجب أن يقابلها تخفيض للتصدير عبر الجنوب، خصوصا أن الكميات المحددة للتصدير تصل إلى 3.6 مليون برميل، مشيرة إلى أن حل مشكلة التصدير عبر كردستان والواردات غير المتحصلة مرهون باجتماع للرئاسات الثلاث لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. هذا وأعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية إكمال جميع الملفات المتعلقة بفساد الشركة الوطنية لتصدير النفط سومو. وقال رئيس اللجنة هيبة الحلبوسي إن لدى شركة سومو الكثير من الإخفاقات القانونية في آلية التصدير والتعامل مع كردستان العراق، مشيرا إلى أن عرض الملفات داخل مجلس النواب مرهون بإدراجه ضمن جدول الأعمال الذي تقره رئاسة البرلمان. هذا وقالت اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة إن مزاد العملة خارج سيطرة البنك المركزي رغم بيع البنك ما بين 150 إلى 200 مليون دولار بشكل يومي. وبيّنت اللجنة أن هناك مشاكل ومخالفات سجلت على بيع العملة من البنك المركزي، وكذلك أيضا سعر صرف العملة الذي غالبا ما يكون متحركا وغير ثابت في أغلب الأحيان، لافتة إلى أن أي مرشح لمنصب المحافظ عليه الجلوس مع المالية النيابية لمناقشة هذين الأمرين المهمين. وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية في عام 2015 للنظر في وثائق تخص عمليات تبييض أموال، لكنه لم يعلن نتائج تحقيقاته حتى الآن. أعلن سوق العراق الأوراق المالية أن مؤشر السوق سجل تداول أسهم وصلت قيمتها إلى 152 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار السوق إلى ارتفاع قياس الأسهم في آخر جلسة لشهر كانون الثاني من هذا العام. وقال المدير التنفيذي للسوق طه عبد السلام أن السوق نظم خلال النصف الأول من العام الحالي 121 جلسة تداول اقتصرت على أسهم 75 شركة مساهمة بأسهم بلغت 12 مليارا و175 مليون سهم للشركات المدرجة البالغة 103، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة بلغ 237 مليار سهم خلال النصف الأول من عام 2019 بقيمة 152 مليار دينار. قالت هيئة الجمارك في جمرك الشحن الجوي في مطار بغداد أنها أعادت إصدار شحنة مستلزمات طبية مخالفة لتعليمات وضوابط الاستيراد. وأضافت الهيئة أن الشحنة المعادة دخلت البلاد بدون إجازة استيراد، ما لازم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها. يذكر أن ظاهرة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل شبهات فساد وتدخل أحزاب السلطة المتنفذة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.